بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن توبيك جديد من التوبكس الخاصه بالديتابيز، وهو الديتابيز نورماليزيشن. والحقيقه التوبيك ده هو من اهم التوبكس اللي المفروض الناس اللي بتبني سوفت وير تهتم بيها، ويكون دي احد السكيلز اللي المفروض تكون موجوده عند الاركتكتشر تيم. ليه بنقول الكلام ده؟ ليه؟ لانه قواعد البيانات هي الاساس اللي بتبنى عليه السوليوشنز. وبالتالي انت لما بتتحرك في لارج سكيل انتربرايز ولارج سكيل بتقدم لارج سكيل سوليوشنز، انت محتاج ان انت تهتم جدا بالديتابيز نورماليزيشن، ايا كان نوع قاعده البيانات اللي انت بتشتغل عليها، سواء كانت ريليشنال او نون ريليشنال. مرورك بهذه المراحل المختلفه في النورماليزيشن بيجارانتي ليك ان انت تبيلد روبوست داتابيز، كونسيستنت داتابيز، وبتقلل الانكونسيستنسي اوف الداتابيز نفسها. طيب لو حبينا ننطلق في هذا التوبيك بان احنا نفهم يعني ايه نورماليزيشن. نورماليزيشن يعني مينز التهذيب، ان احنا ازاي ان احنا نهذب قواعد البيانات بتاعتنا. طب يعني ايه نهذبها؟ نهذبها يعني تصور كده ان احنا عندنا شجره، والشجره دي الفروع بتاعتها مش مستويه، يعني في فروع طالعه وفروع نازله. فازاي ان احنا نهذب قواعد البيانات in order to زي ما احنا قلنا كده to keep it with highest integrity، انها نعلي الانتجريتي بتاعتها، وان احنا نقلل الانكونسيستنسي اوف البيانات، ان البيانات ما تكونش متعارضه مع بعضها. الحقيقه العلماء كان ليهم جهود كتير في هذا التوبيك، وتم الاستقرار على هذه المودلز اللي موجوده قدامنا واللي هنقوم بشرحها في هذه المحاضره. طيب ايه هي المراحل المختلفه للنورماليزيشن؟ اللي هو احنا عشان نهذب قواعد البيانات دي ونعالج المشكلات اللي فيها، ممكن نمر بكام مرحله؟ ممكن نمر بست مراحل قدامنا، ودول اللي بيسموا النورماليزيشن فورمز. طب احنا قلنا 6 مراحل، بس احنا بننتهي بالفيف نورماليزيشن فورم. في واحد في النص اسمه فويس كود، وده هنشوف ازاي ان احنا بنتناوله، لان هو تطور للثيرد نورماليزيشن فورم، ولكنه لم ياخذنا للفورث نورماليزيشن فورم. وبالتالي لو حد سالك النورماليزيشن ايه هو؟ هو تهذيب لقواعد البيانات. بتمر بكام مرحله؟ بتمر ب6 مراحل. في كل مرحله بنعمل ايه؟ هو ده اللي احنا هنشوفه في هذه المرحله. فهنبدا بالفيرست نورماليزيشن فورم دلوقتي ونشوف احنا بنعمل فيه ايه. لو حبينا نشوف كده الفيرست نورماليزيشن فورم معناه ايه؟ معناه ان احنا ازاي نهذب قواعد البيانات عشان لو هي متخذه شكل خطا نحولها لأول يعني نموذج من نماذج تهذيب قواعد البيانات. طيب زي ما احنا شايفين كده في الليفت سايد، انا كاتب القواعد اللي المفروض يمر بيها تمر بيها البروسيس بتاعتنا عشان نحول قاعده البيانات بتاعتنا او التيبل بتاعتنا للفيرست نورماليزيشن فورم. فزي ما احنا شايفين كده ان احنا عندنا 4 خطوات. نمبر 1 eliminate duplicated groups، نمبر 2 اتوميك سيلز، نمبر 3 نو كومبوزيت اتريبيوتس، نمبر 4 نو مالتي فاليود اتريبيوتس. طيب ايه معنى كل واحده؟ نمبر 1 eliminate duplicated groups. يعني ايه duplicated groups؟ الجروبس معناها جروب اوف فيلد. زي ما احنا شايفين كده بقى في الرايت سايد في التيبل بتاعت الامبلوي، احنا عندنا ادرس 1 وادرس 2 وادرس 3. دي كده اسمها جروب اوف اتريبيوتس، هي ليها نفس المينينج. فازاي ان احنا هنشوف ازاي ان احنا نعمل لها اليمينيشن، ان احنا نتجنبها في بناء قواعد البيانات. ليه؟ لانه تصور كده ان هو في الايفوليوشن بتاعت قاعده البيانات احتاج ادرس 4، احتاج ادرس 5، يبقى الديزاين ده كل شويه هو مش سكيلابل. فانت عشان تتحول للسكيلابل موديل، انت الديزاين ده غلط، ده باد ديزاين، لازم ان انت تعالجه. نمبر 2 اتوميك سيلز. يعني ايه اتوميك سيلز؟ يعني كل سيل ايتش سيل شود هاف اونلي 1 فاليو. زي ايه؟ زي السبيكس، الكولوم اللي اسمه سبيكس في ميل وفي 28، تمام كده؟ زي الكولوم اللي هو لانجوج وفي انجلش وارابيك، تمام كده يا شباب؟ طيب القاعده الثالثه نو كومبوزيت اتريبيوتس. يعني ايه نو كومبوزيت اتريبيوتس؟ يعني الكولوم بتاعنا شايل اكتر من فاليو،
والفاليوز دي من ديفرنت تايبس، زي ما احنا قلنا كده السبيكس هي بتعبر عن تو اتريبيوتس اللي هو ايه، الجندر والايدج. تمام. طيب نو مالتي فاليود اتريبيوتس، نو مالتي فاليود اتريبيوتس يعني ان الاتريبيوت نفسه شايل اكتر من قيمه بس من نفس النوع، زي ما احنا قلنا كده في اللانجوج، وفي الـ في الـ في اللانجوج، في اللانجوج مكتوب انجلش وعربي، فهو كده ايه اللانجوج دي مالتي فاليود اتريبيوت بس احنا مسيبينه في وان اتريبيوت. طيب ازاي نحل بقى هذه المشكلات؟ زي ما احنا شفنا كده ان التيبل اللي فوق بتاعت الامبلوي عشان نعالج مشكلات الديزاين دي ونحوله للفيرست نورماليزيشن فورم، احنا زي ما احنا شفنا كده خلينا الامبلويز تيبل فيها الام باي دي والام نيم والجندر والايج. طب الجندر والايج دول جم منين؟ ان احنا وزعنا الكومبوزيت اتريبيوتس اللي هي في السبيكس لجندر وميل، الجندر اللي هو بيعبر جندر وايج، الجندر اللي هو بيعبر عن الميل لانه اكيد هيبقى فيه فيميل، والايج اللي هو سن الامبلوي نفسه. وبالتالي انا جزء من من الاتريبيوتس اللي المفروض ان احنا نعالجها فكناها في نيو اتريبيوتس. طيب ايه تاني؟ الادريسيز زي ما احنا قلنا في الاليمينيشن للدبليكيتد جروبس، خدنا ادرس 1 وادرس 2 وادرس 3 وعملنا تيبل جديد اسمه امبلويز ادريسيز وحطينا فيها الام باي دي والادرس، وده بيسمح لي انه انا ينفع ان انا اضيف ادرس 4 وادرس 5 وادرس 6 وات ايفر، ولو الامبلوي ده ما عندوش الا ادرس واحد انا ما انفخش الداتا بيس بتاعتي بنال داتا، لانه كده لو انا كنت اعتمدت على الاستراكشر الاولاني كان هيبقى ادرس 2 وادرس 3 دول فاضيين. كذلك الامبلوي لانجوج اللي هي مالتي فاليود اتريبيوت عملت له، ممكن الامبلوي ده يكون عنده انجلش بس ما عندوش عربي، ممكن يكون عنده عربي لكن ما عندوش انجلش، ممكن يكون عنده فرنش، فبرضه ذا سيم فور التيبل بتاعت الامبلويز ادريسيز، عملت له تيبل مستقل وربطت بينه وبين التيبل الاساسي بالامب اي دي. يبقى اذا احنا عشان نحول الداتا بيز من النون نورماليزد فورم للفيرست نورماليزيشن فورم، دي كده نون نورماليزد فورم، عشان نحولها للفيرست نورماليزيشن فورم شفتوا عملنا ايه؟ يا اما ان احنا بنضيف نيو اتريبيوتس يا اما ان احنا بنضيف نيو تيبلز. بالشكل ده بمرورنا بالبروسيس الفور اليمنتس اوف البروسيس بتاعت الفيرست نورماليزيشن فورم نكون حولنا من النون نورماليزد فورم للفيرست نورماليزيشن فورم. وبكده يبقى الداتا بيز بتاعتك انت يعني ممكن نقول ان الماتيوريتي ليفل بتاعتها او درجه نضوجها في الفيرست نورماليزيشن فورم. طب هل الكلام ده مهم؟ انت ممكن وانت بتبني الداتا بيز في المرحله الاولى تبص تلاقي ان الكلام ده بسيط، لكن لما السولوشن بتاعك يكبر جدا وتبص تلاقي ان الداتا بيز بتتوحش وانت رافع الداتا بيز بتاعتك على كلاود والاستورج ليها كوست، هتبص تلاقي ان الكلام ده بيسمع معاك في الكوست بتاعتك كتير جدا، وبالتالي انت يو شود كونسيدر از ان اركتكت. طبعا ما تبصش لنفسك ان انت بتعمل تيبل واحده ولا تو تيبلز في بروجكت، لا تصور كده وانت بتعمل يعني سكيلابل سوليوشن ده تويتش ليفل هيأفكت في الكوست بتاعت الهوستنج بتاعتك، تويتش ليفل هيأفكت في الانتجريتي اوف الداتا بيز، تويتش ليفل هيأفكت في الانتجريتي بتاعت الداتا بيز بتاعتك والكونسيستنسي اوف الداتا بتاعتك. بشكل كده ده نكون حولنا الداتا بيز بتاعتنا للفيرست نورماليزيشن فورم، وده كده يدخلنا على السكند نورماليزيشن فورم. السكند نورماليزيشن فورم ده كده احنا بنتحول، لازم قاعده البيانات بتاعتك تكون بتميت الفيرست نورماليزيشن فورم واللي احنا ذكرناها في السلايد السابقه. طيب في السكند نورماليزيشن فورم ازاي ان احنا نقول ان احنا بنوافق السكند نورماليزيشن فورم اللي هو المستوى الثاني من تهذيب قواعد البيانات؟ الرول الاساسيه اللي احنا بنشتغل عليها ان احنا نريموف البارشال ديبندنسي. يعني ايه نريموف البارشال ديبندنسي؟ يعني الاعتماد الجزئي، الاعتمادات الجزئيه اللي موجوده جوه التيبل بتاعتنا لازم ان احنا نشيلها. طب يعني ايه البارشال ديبندنسي، الاعتمادات الجزئيه؟ يعني الاعتمادات اللي ما بتكونش على البرايمري كي. طيب البرايمري كي هو المفتاح الاساسي للجدول. احنا قدامنا دلوقتي الجدول ده اللي هو بيرشز اوردر ايتمز، بيرشز اوردر ايتمز اللي هو اوامر الشراء. فاوامر الشراء انا بيبقى عندي كود الامر الشراء وكود الايتم، دول كده يعتبروا البرايمري كي، يعني اول تو اتريبيوتس دول هم البرايمري كي.
بس عندي كمان عندي حاجه بقى اسمها يونت اوف ميجر ويونت نيم. اليونت نيم دي بتعتمد على اليونت اوف ميجر، فهنا يبقى في بارشال ديبندنسي لانه اليونت اوف ميجر ده مش كي من التيبل، اليونت اوف ميجر مش كي، مش برايمري، مش جزء من البرايمري كي بتاع التيبل، وبيعتمد عليه اليونت نيم. يبقى لازم افصل دول كده في تيبل مستقل عشان اكيب الداتابيز انتجريتي. ومعناها ان انا كل ما هحط اليونت اوف ميجر في مكان مش هكرر معاه اليونت نيم اللي هو كيلو جرام، وبالتالي اقدر ان انا استدعيها من التيبل الاساسيه بتاعتها، وهيكون مفهوم دايما في اليونت اوف ميجر انها لو كيلو جرام بتمثل الكيلو جرام، طب لو انا حطيت سنتيمتر تمثل السنتيمتر. فكده بقلل الاستورج بتاعتي واكيب وبكيب الداتابيز بتاعتي with highest integrity. طيب يبقى معنى كده ان انا هفك التيبل دي لتو تيبلز، نمبر 1 البي او ايتمز اللي هي فيها البي او والبيرشز اوردر كود والبيرشز اوردر ايتم واليونت اوف ميجر والكوانتيتي والبرايس، وبعدين افصل بقى اليونتس لوحدها واخلي فيها اليونت اوف ميجر واليونت نيم. ولما احب ابني فيو زي ده اعمل لينك بتوين التو تيبلز، وزي ما احنا كنا شرحنا في المحاضره بتاعه الجوين احنا نقدر ان احنا نعمل ليفت جوين انر جوين رايت جوين اكوردنج للكويري اللي احنا عايزين نطلعه. طيب لو انا كده قاعده البيانات بتاعتي التيبلز بتاعتها بتميت هذا الديزاين، يبقى انا بقول ان الداتابيز بتاعتي الماتيوريتي بتاعتها هي في السكند نورماليزيشن فورم، يعني تم تهذيبها الى المستوى الثاني. تاني، هل ده مهم؟ طبعا زي ما احنا قلنا ده بيساعدك ان انت تكيب الداتابيز بتاعتك with highest integrity with minimal cost. طبعا الكونسيستنسي اوف الداتا بيز بتبقى يعني هايست جدا، الانكونسيستنسي بتكون اقل ما يمكن. طبعا بيكون ده انت بتواجهه في الحياه العمليه في مع التيمز، ان بتلاقي ان تيمز قديمه عملت امبلمنتيشن سريع وكانت بتستسهل وبتعمل الديزاين ده عشان ايه توفر المجهود، او ان هم مش على درايه ببناء الداتا بيز with النورماليزيشن كونسبت. لو انت التيبل بتاعتك بتميت البارشال ديبندنسي بالشكل ده يبقى انت الماتيوريتي بتاعتك في السكند نورماليزيشن فورم. بنموف فورورد للثيرد نورماليزيشن فورم، وطبعا بري ريكوزيت لكل نورماليزيشن فورم انه يكون عملنا ميتنج للنورماليزيشن فورم السابق ليه. طيب احنا في السكند نورماليزيشن فورم احنا عملنا ريموف للبارشال ديبندنسي، في الثيرد نورماليزيشن فورم احنا بنعمل ريموف للكي ديبندنسي. ومعنى كده انه لو في بيانات بتعتمد على البرايمري كي احنا بنحولها خارج الانتيتي، وبن ابلاي ذا سيم اللي احنا عملناه، نفس اللي احنا عملناه في السكند نورماليزيشن فورم على الثيرد نورماليزيشن فورم. طيب ندي مثال للي احنا بنقوله. لو حبينا ندي مثال، احنا دلوقتي عندنا نفس التيبل بتاعت البي او ايتمز، احنا فيها البي او البي او اوردر البيرشز اوردر، فيها البيرشز اوردر وفيها الايتم وفيها اليونت اوف ميجر واليونت نيم والكوانتيتي والبرايس. زي ما احنا عملنا في السكند نورماليزيشن فورم كنا قسمنا للبي او ايتمز واليونت اوف ميجر، ولكن زي ما احنا بنقول انه في ديبندنسي بتوين اليونت اوف ميجر والايتم نفسه، انه كل ايتم ليه يونت اوف ميجر واحده، فاحنا شلنا اليونت اوف ميجر من التيبل بتاع البي او ايتم اللي كان كنا احنا سايبينه في السكند نورماليزيشن فورم، كنا سايبين اليونت اوف ميجر هنا، ولكن لما احنا ابتدينا ندخل في الثيرد نورماليزيشن فورم البيانات المعتمده على جزء من البرايمري كي فصلناها في تيبل مستقله، وبالتالي ظهر عندنا نيو انتيتي اسمها ايتمز. بقى عندنا هنا ثلاثه تيبلز، تيبل للبيرشز اوردر ايتمز وتيبل للايتمز وتيبل لليونت of measures. في الـ second normalization form كنا بنعالج مشكلة الـ dependency between الـ partial key والـ other attributes. في الـ third normalization form بنعالج الـ dependency between الجزء الـ primary key والـ other attributes. لو بصينا هنلاقي انه احنا عملنا نفس الـ behavior في normalization form 2 و normalization form 3. طيب
يبقى احنا لو عملنا ريموفال للديبندنسي اللي على جزء من البرايمري كي او على البرايمري كي في نيو انتيتي، يبقى احنا كده الماتيوريتي ليفل بتاعت الداتا بيس بتاعتنا واصله للثيرد نورماليزيشن فورم. وده اللي حركنا بقى للجزء الفاصل بين الثيرد نورماليزيشن فورم والفورث نورماليزيشن فورم، وهو ما يسمى البويس كود، وده اللي هنشوفه في السيشن التالية. البويس كود يعني لم يتم اعتباره نورماليزيشن فورم رابع، ليه؟ لانه يعد تطور للثيرد نورماليزيشن فورم، لانه كمان بيتكلم على الديبندنسي على البرايمري كي. طب هنشوف ما هو نوع الديبندنسي الخاص بالبرايمري كي. في البويس كود احنا هنا ظهر عندنا تصور كده انه البيرشز اوردر كان الكي في البيرشز اوردر ايتمز، كان البرايمري كي بتاعنا البيرشز اوردر والايتم جروب، وليس البيرشز اوردر مع الايتمز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انه تصور كده انه البيرشز اوردر الواحد، امر الشراء الواحد، بيعالج مجموعه اصناف واحده، اللي هي ايه؟ اللي هو مثلا انا هتعامل الاوردر ده بيطلع لايتم واحد على الزيوت، الاوردر ده بيتعامل على ايتم واحد على مثلا الجبن. طيب فاللي عمل الديزاين عمل ديزاين على البيرشز اوردر مع الايتم جروب، ولكن بيسلكت بعد كده الايتم اللي تابع للجروب ده. متصورين الموضوع يا جماعه؟ ان هو عملنا ايه؟ بيرشز اوردر رقم شراء رقم 1001 لسنه 2022، الايتم جروب زيوت، وبعدين اخترنا الزيت اللي هو هيبقى مثلا زيت ذره الايتم. طيب الديزاين ده هل هو جود ديزاين ولا باد ديزاين؟ لا، ده بيعد اكوردنج للبويس كود هو باد ديزاين. ليه بقى باد ديزاين؟ لانه المفروض انه وانا بعرف الايتم، الجروب اللي بينتمي ليه الايتم هو جزء من تعريف الايتم. يعني انا هنا دلوقتي لو هفك التيبل دي هفكها للثلاثه تيبلز دول، زي ما احنا قلنا البي او ايتمز فيها البي او وفيها البي او ايتم والكوانتيتي والبرايس. وفي الايتمز وانا باجي بعرف ايتم، لو انا عامل شاشه للايتمز بقول هو انا الايتم ده بيلونجز تو انهي جروب، بقول ان انا هعرف الايتم ده مثلا زيت ذره والوحده بتاعته بالكيلو او بالعبوه، والايتم جروب بينتمي للجروبس. وبالتالي انا ينفع ان انا اشيل ده الايتم جروب ده واخلي برضو البي او ايتم والايتمز، وابقى اجيب الايتم جروب ده دريفن في الفيو اللي انا هعمله. يبقى هنا بشيل الديبندنسي، كان هنا البرايمري كي كان بيعتمد على نون برايمري كي. شايفين هو هنا الاشكاليه بتاعت البويس كود، انه بيريزولف ذا برايمري كي ديبندنت اون نون برايمري كي اتريبيوت. هنا كان ده البرايمري كي بيعتمد على الجروب اللي بينتمي لي الايتم ده. فهنا المفروض ان انا بقى اشيل الايتم جروب، يبقى انا شلت هنا الايتم جروب من التيبل الاساسيه وسبت الايتم زي ما هو، وعرفت الايتم جروب جوه الايتم نفسه. تمام كده يا شباب؟ يبقى انا عشان اقول ان انا بريزولف البويس كود بروبلم، يبقى لازم انا اي ديبندنسي لو جزء من البرايمري كي بيعتمد على نون برايمري كي اتريبيوت بحله بالشكل ده، ان انا بشيل الديبندنسي ده بحوله للانتيتي اللي المفروض فيها الديبندنسي ده، واعدل الديزاين بتاعي. هنا انا عملت ايه؟ شلت الايتم جروب وحطيته تبع الايتم اللي هو ايه؟ ريليتد بالنون كي اتريبيوت، وشلت الايتم جروب من التيبل وظبطت التيبل الاساسيه بتاعتي، وعملت الانتيتي اللي احنا انتجناها في النورماليزيشن فورم 2. بالشكل ده تكون انت حليت البويس كود بروبلم اللي هي فيها ايه؟ البرايمري كي بيدبند على نون برايمري كي اتريبيوت. مين هنا البرايمري كي؟ الجزء من البرايمري كي هنا الايتم جروب، بيعتمد على مين؟ على نون برايم اتريبيوت اللي هو الايتم. حليناها ازاي؟ شلناه، حولنا ده، حطيناه مع الانتيتي اللي فيها النون برايم اتريبيوت، حطيناها هنا اهو، ونزلناها في التيبل بتاعت الايتمز، وظبطنا التيبل الاساسيه. بالشكل ده نكون احنا حلينا البويس كود. المشكله دي مشكله يعني بتؤرق الديفلوبمنت تيم. ليه؟ لانه دايما السيستم وانت بتعمل ديزاين للحته دي، وانت بتعمل كراد اوبريشن، يعني وانت بتدخل الديتا بقى من السكرينز، دايما بتضرب في الحته دي لو انت مش معالجها صح.
تمام كده يا شباب؟ يبقى احنا كده وصلنا للبويس كود بعد الثيرد نورماليزيشن فورم، وده كده تبقى الداتابيز بتاعتنا جاهزه انها تدخل كانبوت للفورث نورماليزيشن فورم. طيب في الفورث نورماليزيشن فورم، الفورث نورماليزيشن فورم الكي رول بتاعتها اللي احنا بنشتغل عليها ان احنا بنريموف المالتي فاليود اندبندنت ديبندنسي. يعني ايه بقى مالتي فاليود؟ يعني هي ايه؟ يعني عندي الفاليوز بتاعتي متعدده. اندبندنت ديبندنسي يعني ايه؟ يعني هي مستقله عن بعضها البعض. يعني ايه بقى الكلام ده؟ تصور كده انا هنا عندي الايتم تيبل فيها ايتمز وسبلايرز، والايتم والسبلاير والمانيفاكتشر بتاعه. يعني ايه الايتم ده؟ اللي هو الستوك ايتم، الايتم اللي موجود في المخزن، سواء كان بقى لو انت مثلا صيدليه عبوات دواء، سواء انت بتبيع بضاعه زيت جبنه. السبلاير المورد اللي جاب لك الكلام ده. المانيفاكتشر اللي هو المصنع بتاع البضاعه دي، بتاع الايتم ده. ولكن انت عارف في الديزاين بتاعك انه مفيش ريليشن بتوين السبلاير والمانيفاكتشر، يعني في علاقه بتوين الايتم والسبلاير، وفي علاقه بتوين الايتم والمانيفاكتشر، لكن مفيش علاقه بتوين الاثنين دول. المفروض ان انت تقسم التيبل، هتبص تلاقي لو انت بتعمل الكلام ده هتبص تلاقي ان انت الداتا بيز بتاعتك هتقعد يحصل فيها دوبليكيشن. يعني انت عندك ايتم 1 ده بيورده مثلا اس 1 واس 2 واس 3، فانت هنا اضطريت ان انت تكرر جزء من الداتا. تمام كده يا شباب؟ هتقعد تكرر بقى، انا يعني ما جبتش التيبل كلها. طيب يبقى المفروض ان انا افك الكلام ده ازاي عشان اقلل الدوبليكيشن اللي جوه الديتا؟ اروح فاصل الاثنين دول لوحدهم، واروح فاصل يبقى اخد الايتم والسبلايرز لوحدهم والايتم والمانيفاكتشرز لوحدهم. الايتم 01 بيورده اس 1، والايتم 01 بيورده اس 2، والايتم 01 بيورده اس 3، والايتم 02 بيورده اس 1، والايتم 02 بيورده اس 3، والايتم اس 1 بيورده اس 4. تمام كده يا شباب؟ ذا سيم بقى في ليه الايتم مانيفاكتشر، عملت انتيتي جديده فيها الايتم 01 والمانيفاكتشرز اللي قدامها. وبالتالي هنا شايف التيبل بتاعت المانيفاكتشرز قلت ازاي؟ هتبص تلاقي انها بتقل. ليه؟ لان انا يعني الدبليكيشنز اللي ممكن يكون موجود، طبعا احنا ما بنعرضش كل التيبل، الدبليكيشنز اللي كانت موجوده انا احتفظت باليونيك ديتا فقط اللي بتمثل العلاقه بين الايتمز والسبلايرز. وده امتى؟ لما انا ما بيكونش عندي في السوليوشن ريليشن بين السبلاير والمانيفاكتشرز. ليه بقى؟ لان احنا في الفيفث نورماليزيشن فورم ممكن نشوف طب هو بقى لو في علاقه بينهم هنعمل ايه. تمام كده يا شباب؟ يبقى سنس انه نو ديبندنسي بين المالتي فاليود اتريبيوتس بالشكل ده، يعني اهو دي فاليوز متعدده، الفاليوز متكرره بين الايتم والسبلاير وبين الايتم والمانيفاكتشرز، انا بقسم التيبل لاكثر من تيبل اكوردنج للريليشن اللي بينهم. ولو انا عايز بقى اعمل فيو بعد كده ممكن اعمل انا جوين اكوردنج للجوين تايب اللي انا هستخدمه. طيب يبقى لو انا دلوقتي عندي مالتي فاليود اتريبيوتس وهم اندبندنت، ما لهمش علاقه ببعض، ما فيش علاقه بين السبلاير والمانيفاكتشر، لا ده العلاقه بين الايتم والسبلاير والعلاقه بين الايتم والمانيفاكتشرز. لو انا فصلت بقى دول في تو انتيتيز او للان انتيتيز اكوردنج بقى، ممكن يكون عندي اتريبيوت ثالث بلد المنشا مثلا، ممكن يكون برضو عندي بلد المنشا واندبندنت عن دول كلهم، المانيفاكتشر اندبندنت عن بلد المنشا وات ايفر. يعني معنى كده ان انا بميت الفورث نورماليزيشن فورم سينس ان انا عملت ريموف للمالتي فاليو اندبندنت ديبندنسي، وبالتالي ده بيعلي برضو الماتيوريتي بتاعت الداتابيز بتاعتي، وده كده بيخلي الداتابيز بتاعتي ريدي انها تموف فورورد للفيفث نورماليزيشن فورم. في الفيفث نورماليزيشن فورم بقى، لا هنا انا بتصور العلاقه ان في علاقه بين الاتربتس وبعضها. يعني ايه؟ يعني ممكن اقول ان الايتم ده بيورده السبلاير ده من المانيفاكتشر ده، وكمان السبلاير ده ممكن يورد الايتم ده، وكمان السبلاير ده ممكن يورد للمانيفاكتشر ده. وبالتالي سنس ان في علاقه، انا لازم افصل جميع العلاقات المحتمله بين الاتربتس وبعضها في نيو انتيتيز. فانا هنا هتلاقيني فصلت ايه؟ الايتم مع السبلاير حطيتها في انتيتي، والايتم مع المانيفاكتشر حطيتها في انتيتي، والسبلاير مع المانيفاكتشر حطيتها في انتيتي. طيب معنى كده انه الموضوع بيعتمد على ادراكي في الريكويرمنتس انه في علاقه بين
الاتريبيوتس وبعضها. طب لو مفيش علاقه يبقى انا بقف عند الفورث نورماليزيشن فورم. طب لو في علاقه لازم اروح للفيفث نورماليزيشن فورم. لو الموديل بتاعك بتاع الداتا بيز بيكونسيدر ان في جوين ديبندنسي بتوين الاتريبيوتس وبعضها وانت حليت هذه المشكله، يبقى الماتيوريتي بتاعت الداتا بيز بتاعتك واصله للفيفث نورماليزيشن فورم. طب في هنا جايد لاين احنا بن يعني شود بي ابلايد، لازم ان احنا نعمل له ابلكيشن على الموديل ده عشان نتاكد انه احنا مر بسلام هذا النورماليزيشن فورم، وهو كونفيرم ذا نون لوس اوف داتا ديو تو سبليتنج. يعني انا سنس ان انا وانا بقسم الداتا كده، وانس ان انا جيت اعمل جوين بتوين الثلاثه تيبلز دول، اتاكد ان هو هيديني ذا سيم ريزلت اوف ذا داتا سيت، الكويري هيدي لي نفس الداتا دي. لازم اجارنتي انه there is no loss of the data once ان انا قسمت التيبلز وبعضها، وده ما يسمى برضو في الداتا بيز نورماليزيشن بالكونسوليديشن، ان انا في النهايه الموديل اللي انا قعدت اقسمه على تيبلز كتيره لازم اجارنتي انه ما فيش داتا تم فقدها في اثناء عمليه تهذيب قواعد البيانات. بالشكل ده نكون احنا خدنا صوره عامه عن النورماليزيشن فورمز وكيفيه تطبيقها على قواعد البيانات. يعني ده طبعا ينفع مش مجرد سيكوال سيرفر، لا يعني سيكوال سيرفر، اوراكل، ماي سيكوال، سيكوال لايت، حتى النون ريليشنال داتابيز. انت وانت بتفكر في النون ريليشنال داتابيز انت بتفكر مش جاست ان انت بس ما يبقاش في قيود على وضع علاقات بتوين الانتيتيز وبعضها اللي هي بتسمى دوكيمنتس، لا ده انت برضو انت بتكونسيدر انه there is an objects اللي هي برضو التيبلز دي هتبقى ليها مسميات اخرى، وبتحاول تكونسيدر كل ما تم ذكره من الكونسيستنسي والانتجريتي، لانه انت تبعات وقوعك في هذه الاخطاء انت اللي هتتحملها في ان انت تعمل مينتننس للداتا بيز، وتكلفه اصلاح الباجز اللي بتنشا عن الانكونسستنسي في الداتا بيز بتكون كريتيكال جدا، خصوصا لو انت بتشتغل مع سنسيتيف داتا زي الفاينانشال داتا والداتا الخاصه بالجهات السياديه والامن وما الى ذلك. بالشكل ده نكون خلصنا محاضره الداتا بيز نورماليزيشن، اتمنى انها تكون كانت يعني بسيطه. لو في اي سؤال يبقى اندر الفيديو. متشكر جدا وبالتوفيق والنجاح.